لو انا قارنت بقى بين الهيومن والماشين كابابيلتيز، هلاقي ان الهيومنز عموما كليميتيشنز عندهم ليميتد سترينث، بيتعبوا بسرعه، عندنا يعني بيسكلي بناخد وقت عشان نعمل بروسيسنج للديسيجنز، وعشان نعمل بروسيسنج للموفمنتس، يعني عشان ان انا احرك من حته لحته او حاجه بناخد وقت. الاكيرسي ما هياش الحقيقه حاجه كويسه خالص، زي ما شفنا كده ان في عندنا لابسز في القياس، وفي يعني بعض الحاجات اللي القرارات اللي بناخدها في الاستيميشن والديسيجن ميكنج بيبقى فيها مشاكل. الكمبيوتنج عاده بيبقى فيري سلو ودايما معرضه للخطا. زي ما كنت بقول كده، الديسيجن ميكنج عاده بيبقى داخل فيها العواطف بعض الاحيان، ما هياش اوبجكتيف، ما هياش لها علاقه بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي. ساعات بيبقى في حاجات بتتعرض، مثلا واحد شاف مثلا البيشنت مثلا في وضع سيء، ممكن هو يعمل اكشن ما هواش بيعمله، هو مثلا بيعمله لما يكون في بيشنت ما هواش وضع سيء قوي، يعني ممكن تختلف باختلاف الايموشنز. نتكلم برضو على الانفورميشن بروسيسنج، ان احنا كهيومنز وي ار سنجل شانل بروسيسورز، وسهل جدا ان احنا نبقى اوفرلودد، يعني فدي حاجه مهمه جدا. والحقيقه البرفورمانس بتاع الهيومنز عموما بيبقى معتمد بشكل كبير جدا على الموتيفيشن، يعني هل الشخص ده عنده دافع ان هو يعمل الحاجه دي بشكل كويس او بشكل دقيق، ولا مش عندوش الدافع دوت. طبعا بالنسبه للميموري مهما كانت، بنتكلم على الميموري بتاعتنا قليله مهما كانت، لان لو قارناها مثلا بمكنه، طبعا عندنا المكنه ممكن يبقى عندنا ميموري يعني زي ما احنا عاوزين، وطبعا بيبقى في عندنا برضو الريتريفال بتاع الانفورميشن ممكن يبقى فيه اخطاء. لو بتكلم بقى على الادفانتجز، الفيجوال اكيوتي والرينج بتاعها بيبقى فعلا فيري جود، يعني احسن كتير قوي من اي مكنه. الفيجوال انفورميشن بروسيسنج الحقيقه يعني ممتاز جدا، يعني صعب جدا ان احنا نلاقي حاجه بتعمل فيجوال انفورميشن بروسيسنج زي الهيومنز. لو بتكلم على الحاجات اللي هي رينج اوف ديتكشن، يعني والسنسيتيفيتي بتاعه الديتكشن بتاع الفيجوال والاوديشن او الاوديتري الارمز، ممكن يبقى برضو فعلا فيري فلكسبل وفيري يعني 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 ممتاز جدا بالنسبه للابلكيشنز بتاعتنا. البرسبشن بتاعنا برضو الحقيقه ممكن ان احنا يعني يبقى في عندنا وضع فيه حاجات كتيره جدا معقده جدا، احنا نقدر نعمل يعني الحاجات اللي احنا شايفينها دي نقدر نحطها بترتيب منطقي يسمح لنا ان احنا نعمل الحاجه دي بشكل سليم رغم كل اللخبطه اللي حاصله. نقدر ان احنا نعمل اندكتيف ريزنينج، يعني نقدر ان احنا مش بس ان احنا ناخد ديسيجن بناء على حاجات سابقه، لا احنا ممكن نستنتج حاجه جديده، وممكن ان احنا نعمل حاجة اسمها intuition. intuition دي معناها ان انا دلوقتي بقى في عندي كده يعني احساس بالحاجة، او عندي ان انا مثلا عندي يعني من خبرتي السابقة اقدر ابني عليها علشان ابقى حاسس ان يعني ان الحاجة دي مفروض تعمل بالشكل الفلاني، ودي حاجة ما يقدرش يعملها اي مكنة الحقيقة. طبعا الhumans are very flexible، يقدر يعمل adaptation لsituations مختلفة، ونقدر نغير الرولز بتاعتنا في اي وقت، يعني لو انا غيرت القاعده بتاعتي اللي انا بشتغل بيها سهل جدا اغيرها في اي وقت، ما بقاش في مشكله. الاتنشن بتاع الهيومنز از ايزلي شيفتد، يعني ممكن ان انا اركز على حاجه محدده واركز على الحاجه اللي هي المهمه. وطبعا وين هايلي موتيفيتد ممكن ان انا اشتغل في اوضاع ممكن تبقى فعلا ادفيرس، يعني ادفيرس معناها ان انا دلوقتي ممكن مثلا حد يشتغل بالمكنه وهي مش شغاله كويس، يعني في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، او يشتغل وهو انجرد، يعني نفس الشخص نفسه، او لو مثلا بيتكلم على وضع مثلا ان اليوزر ده بيشتغل بالجهاز ده في مكان فيه كونفليكت مثلا ولا حاجه، فممكن هو يشتغل برضو رغم ان هو يبقى هو حياته فيها خطر تحت، يعني عليها خطر، او هو نفسه ممكن يكون انجرد، او زي ما كنت بقول ان الجهاز نفسه يبقى مشكله، ان هو نفسه فيه مشكله، الجهاز نفسه فيه حاجه خطا، يعني هو ممكن يتغلب على الخطا ده بتفكيره ويقدر ان هو يشتغل فيه. فالهيومنز الحقيقه ده من حاجات صعب جدا ان اتخيل ان المكنه تقدر تعملها. المكنه بقى طبعا لها ليميتيشنز، انها الديسيجن ميكنج بتاعها طبعا ليميتد، لازم يعني بيسك ليميتد بالبرنامج اللي فيها، لو انا مش حاطط للماشين دي البرنامج الصحيح اللي يقدر يعمل ديسيجن صحيح، يبقى معنى كده ان هو مش هيقدر ياخد ديسيجن مظبوط. اندكتيف ريزنينج مش موجود، لازم المكنه تبقى مونيتور، ما ينفعش ان انا اقول المكنه هتشتغل وهي اللي تعمل كل حاجه وما بقاش فيه هيومنز. اوتوميتد ماشينز او الاوتوميتد يعني تاسك ده حاجه الحقيقه مش يعني ما هياش بنتائج كويسه الحقيقه، يعني في حاجات ممكن تبقى يعني المكنه تعملها، بس لازم يبقى في مونيتورنج من هيومن. لازم كل اكتيفيتي تبقى بري بلاند وبري بروجرامد، اوكي، ما فيش اي حاجه ممكن يعملها خارج الاكتيفيتيز دي،
ولازم تبقى يبقى كيرفولي مينتيند، يعني ما يبقاش في اي جزء منها يعني يحصل له اي مشكله، لان لو حصل فيها مشكله مش هتشتغل. النقطه ان هي بيسكلي ممكن انها تقف تماما لو بعض الاجزاء بتاعتها يعني باظت، يعني ببساطه كده. فيعني ممكن الماشين دي في لحظه من اللحظات تبقى واقفه تماما ما تشتغلش خالص. طبعا بتكلم عن ادفانتج، طبعا حاجات زي الجريت فورس بوسيبل، يعني معنى ممكن يبقى بتدي فورس عاليه، يعني ممكن انا لو محتاج اشيل حاجه يعني وزنها كبير او حاجه زي كده تبقى سهله. لو انا بتكلم مثلا حاجه زي كده على فرضا اللي هي التيبل مثلا بتاعت الام ار اي والسي تي، ممكن ننزلها لتحت مثلا البيشنت يقعد عليها، وبعد كده تطلع فوق وتخش بعد كده جوه في الماجنت او في الجانتري بتاعت السي تي، بحيث تدينا الصور دي. لو احنا بنعملها فيزيكال اكتيفيتي من هيومنز طبعا هتبقى متعبه جدا. does not fatigue easily، يعني ما بيحصلهاش فاتيج، يعني لو بتكلم على الحاجات العاديه في الرينج بتاع الاوبريشن بتاع ما بيحصلهاش حاجه خالص، بس لو بتكلم على ستريس الزياده ما هياش بالبساطه دي ان يحصل لها فاتيج. سرعتها اعلى بكتير، الاكيرس بتاعتها ممكن تبقى يعني اعلى بكتير جدا من الهيومنز. بنتكلم على الميموري بتاعتها ممكن ان هي تبقى ماتش لارجر. بتكلم على الـ يعني اللونج تيرم ميموري بتاعتها ممكن تبقى برضو ماتش هاير، يعني ممكن انا احط ستورج عندي مثلا زي ما بحط في الام ار اي مثلا، يبقى عندي ستورج ديفايسز تخزن لي بقى كميات كبيره جدا من الحالات، فدي برضو ممكنه في المكنه. والحقيقه بالنسبه للكومبلكس بروبلمز الحقيقه يعني صعب ان هي تبقى طبعا هاندلد بطريقه زي الهيومنز، بس طبعا ممكن هي بشكل ما ممكن ان هي تبقى ايه، يعني لو انا عامل برنامج سليم يعني ممكن هو يهاندل كومبلكس بروبلمز ما يحصلش فيها مشكله. لو انا بعمل حاجه ريبيتيتيف طبعا بتبقى اكسلنت، بان المكنه ما بتتعبش بيسكلي، ما لهاش اي ايموشنال او موتيفيشنال نيدز خالص، يعني مش معتمد على العواطف ولا على الدافع ان يكون في دافع عشان يخليها تشتغل. والحقيقه ممكن تعمل بعض الحاجات بطريقه سيمالتينيس او بارلل، يعني ممكن تعمل بارلل بروسيسنج مثلا لحاجات بطريقه سهله ما بقاش فيها اي مشكله خالص عكس الهيومنز.